السلام عليكم. ندعي هي أوطاننا نذود عنها في المحن، وحالما يصيبها الوهم نهجرها لنطلب اللجوء ونلعن الزمن. ازدواجية لم تحن الفرصة للشعوب العربية بصورة عامة للتخلص منها، ولكن العراقيين لهم وضعهم الخاص. فمع ازدياد نسب الجاليات العراقية المهاجرة إلى الغرب، لن يسأل أحد بالطبع لماذا يهاجرون، ولكن السؤال الذي قد يطرح: هل بات تحقيق أحلامهم هنا أمرا مستحيلا، أم إن بلداننا لم تعد تسع أبناءها؟ يبحثون في الغربة عن ضالتهم، والخوف كل الخوف أن تكون تلك الضالة مجرد سراب. كيف يستطيع المغتربون العراقيون التعايش مع تقاليد وثقافة تتقاطع مع تقاليدهم العربية والإسلامية؟ وهل تقبلتهم المجتمعات الغربية دون تمييز عنصري؟ وأي ورقة عذر نختار للمغتربين بعد أن اختلطت أوراق أعذارهم بين ما هو منطقي وبين ما هو مجرد ادعاءات غير حقيقية تحايلوا بها على الدول المانحة للجوء؟ لربما هوسا بالثقافة الغربية أو رغبة بالانفتاح والحرية وكسرا لأطواق التقاليد الاجتماعية. ظاهرة ازدياد أعداد المهاجرين العراقيين في الدول الغربية وإشكالية التعايش مع الثقافة الأخرى موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج ظاهرة وتحقيق. كونوا معنا. الهجرة هي أن يترك المواطن بلده ليعيش في بلد آخر، وهي السبيل الذي يسلكه أغلب الذين وجدوا أن ظروف بلادهم لا توفر لهم العيش الآمن والكريم. وتكون أسباب الهجرة إما سياسية أو اقتصادية، ثقافية أو اجتماعية، ولكن أيها كانت السبب في هجرة العراقيين؟ ومتى بدأت هجرتهم؟ وإلى أين ذهبوا؟ وما هي أعدادهم اليوم؟ مراحل هجرة العراقيين وأسبابها. هجرة بداية القرن العشرين، وكانت لطلب العلم والتعلم بسبب قلة البعثات العلمية آنذاك، فقد هاجر عدد من الشباب لإكمال دراستهم في دول العالم المختلفة، ومنهم من أعجبته أجواء تلك البلدان وتطورها فاستقر فيها. هجرة العقد السادس من القرن الماضي، ففي نهاية هذا العقد ازدادت أعداد المهاجرين بشكل ملحوظ بسبب تغير نظام الحكم في البلاد، والقمع السياسي والفكري، والتمييز القومي والديني والطائفي، والتبعيث القسري، وازدادت أكثر أواسط السبعينات. هجرة العقد الثامن، فحال دخول هذا العقد تضاعفت أعداد المهاجرين بعد أن دخلت الحكومة آنذاك حربها مع إيران، وما سبقها من تهجير قسري على أساس إثني ومذهبي، فبين رافض للحرب وبين من يبحث عن الأمان كانت النتيجة واحدة. هجرة العقد التاسع، وكان سببها الأبرز تعرض انتفاضة آذار الشعبانية عام 91 للقمع، بالإضافة إلى ما سبقها من غزو الكويت واندلاع حرب الخليج والعقوبات الاقتصادية التي ترتبت عليها لتكون الفارقة في أعداد المهاجرين. الهجرة ما بعد 2003، وكانت بسبب ما آلت إليه الظروف الأمنية من عمليات إرهابية وفتنة طائفية، وتفاوتت نسب تواجد العراقيين من بلد إلى آخر وانقسمت إلى نصفين. النصف الأول كان إلى دول أجنبية، ومنها 11% منهم لجأوا إلى المملكة المتحدة البريطانية، 10% منهم لجأوا إلى السويد، 9% منهم لجأوا إلى ألمانيا، 7% منهم لجأوا إلى هولندا، 4% منهم لجأوا إلى الدنمارك، وأربع مثلها لجأوا إلى أستراليا، 3% منهم لجأوا إلى النرويج، و2% منهم لجأوا إلى أمريكا، فيما توزع 6% من المهاجرين العراقيين على دول البرازيل وكندا وسويسرا والنمسا وهنغاريا وفنلندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وغيرها من البلدان الأجنبية. أما النصف الآخر فقد هجر إلى بلدان عربية، وغالبيتهم اتخذوا من تلك البلدان محطة للحصول على لجوء لدول أوروبية وغربية.
عدد المهاجرين العراقيين اليوم تجاوز 4 ملايين مهاجر. 4 ملايين تعني 4 على الشمال و6 أصفار على اليمين. تصور أن هذا العدد يفوق نسمات بلدان قطر، البحرين، الكويت. موضوع هجرة العرب والمسلمين إلى الدول الغربية موضوع شائك، كون حجمه أخذ يزداد كل يوم، حتى أصبح عدد المهاجرين وتحديدا العراقيين في محطات الانتظار على حدود الدول الغربية أكثر ممن في داخلها. لتسليط الضوء أكثر على الجوانب النفسية والاجتماعية للموضوع، ينضم إلينا من لندن الدكتور مرتضى الموسوي، استشاري الأمراض النفسية، وهو كذلك مغترب عراقي في المملكة المتحدة لأكثر من 35 عاما. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. وكذلك ينضم إلينا مجموعة من العراقيين المغتربين والذين انتقيناهم من أكثر من دولة غربية ليحدثونا عن تجربتهم في بلاد المهجر. رحبوا معي بالسادة وأبدأ من ألمانيا شتوتغارت تحديدا، المغترب العراقي السيد صباح العقيلي، ومن السويد من ستوكهولم المغترب العراقي السيد رياض محمد مهدي، ومن الولايات المتحدة الأمريكية من ديترويت تحديدا المغترب العراقي السيد فلاح الطعمة، وجميعهم مغتربون عراقيون تركوا العراق لأسباب متعددة وبفترات مختلفة. وكذلك معي من كربلاء السيد مكي المعمار المغترب العراقي السابق والذي عاد إلى العراق من سويسرا مؤخرا، وحسب ما علمت أنه لا ينوي العودة إلى هناك إطلاقا. سأبدأ أولا من لندن مع استشاري الأمراض النفسية الدكتور مرتضى الموسوي. يعني دكتور، بداية، كيف يستطيع الشخص من الناحية النفسية اتخاذ قرار مغادرة بيئة اجتماعية اعتاد عليها وترعرع فيها لربما لأكثر من عقد؟ يعني أسأل تحديدا عن الصراع الداخلي لحظة اتخاذ القرار. طبعا اتخاذ قرار مثل هذا يكون في صعوبة كبيرة عند الشخص وعند الناس المحيطين به. فنشوف الناس اللي يهاجرون إما لأسباب اقتصادية أو أسباب اجتماعية أو أسباب سياسية، فتكون مختلفة باختلاف الأشخاص، والصعوبة تكون من ناحية أنه الشخص ده يترك أهله، يترك ناس أحباء، يترك ناس اللي عاش وياهم طول فترة حياته وقد ما يشوفهم بعد فترة طويلة، فهذا شيء صعب. بس خاصة الهجرة اللي يصير لأسباب اقتصادية، تشوف الناس يروحون ويتحملون هالمشاكل ويحاولون أنه أحيانا يجلبون، يشوف قسم من المهاجرين يجيب أمه أو أبوه بعد ما يستقر في بلد المهجر. نعم دكتور، دعني أتوجه بالسؤال إلى السيد صباح العقيل المغترب العراقي في ألمانيا وتحديدا في مدينة شتوتغارت. سيد صباح، أهلا بك في برنامج ظاهرة وتحقيق، وبداية أسأل عن الأسباب التي دفعتك للهجرة إلى ألمانيا. أهلا وسهلا بك أخي. أنا في ظروف استثنائية، إذ ما كنت في العراق آنذاك قبل خروجي إلى ألمانيا، مرينا في ظرف سياسي كان ظرف جدا عصيب وصعب، وكان لي زملاء هنا في العراق يعرفون بظرف اللي طلعت أنا في وقت من العراق. قد ما خرجت كان اسمي مشتت بكل دوائر الدولة، الاسم الرباعي. فظروف استثنائية دفعتني إلى أن أخرج إلى الخارج وأجي إلى ألمانيا نتيجة الظروف اللي مرينا بها كظرف سياسي، لأن كنت أنا سابقا سجين سياسي ومنها تحولت إلى عضو فعال في الانتفاضة، فخلقت من عندي حالة بشكل أو بآخر أنا مطلوب حيا أو ميتا، فاضطريت أن أخرج إلى الخارج لهذا الظرف. يعني أفهم من كلامك أنك كنت مجبرا على الرحيل ولم يكن قرارك اختياري؟ ما بيشك، كنت مجبر وفي ظرف قلت لك استثنائي، وفي حالة حتى الظرف المادي كان مالي سيء لكن فرضت علي أن أطلع وطلعت. طيب هل كان قرار الهجرة قرارا سهلا؟ والله صعب، جدا صعب، وأنا ما كنت أتمنى أن أطلع، ولكن يعني الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم في ظرف مر بي، والحسين أيضا مر في هذا الظرف،
وأنا من النوع اللي كنت بصراحة ظروف اللي أعيش بيه كبلد حال عدي فد روح مواطنة جدا عالية، ما يعجبني أن أطلع لأي بلد، صور محافظة ما يعجبني أطلع. والأصعب من هذا عندما خرجت من بالذات من كربلاء، أتذكر في وقت كان دنيا الظهر الساعة 12، عندما خرجت لذاك الظروف كانت الشمس جدا قوية تلمع على قبة العباس عليه السلام، فودعت ببكاء يعني ما لا يصور العقل. لكن الحالة الاستثنائية اللي مرت بها بصراحة كنت مجبر، وزوجتي وأولادي ذاك الوقت كانوا أطفال بالروضة ما يعرفون أي شيء عني، أنه بس مجرد أن أبوهم راح، وين راح لا يعلمون أي شيء. طيب أنتقل من شتوتغارت إلى ديترويت والسيد فلاح آل طعمة المغترب العراقي هناك. سيد فلاح، سأبدأ معك من لحظة وصولك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كيف كانت تلك اللحظة؟ والله أول ما رحت وصلت إلى أمريكا كانت يعني شوية أكو مخاوف، يعني لأن دولة تختلف عن العاد بالعادات والتقاليد واللغة، فبس مرور الأيام شوية الأمور تذللت، يعني قلت الخوف يوم بعد يوم. يعني شلون تذللت؟ أنت تتكلم عن اختلاف التقاليد والعادات الاجتماعية والثقافية، كيف استطعت تجاوز هذه المشكلة خصوصا وعلى حد علمي أنك تقيم في ديترويت مع عائلتك؟ في بداية الأمر كان عندنا خوف يعني كبير من هاي الناحية، بس بعدين إنه وصلنا إلى يعني دخلت أولادنا وأخواننا بالمدارس اختلفت الصورة، صار أكو فأكو نسبة من الاحترام للجاليات الإسلامية، وأكو بعض الأيام مثلا الأعياد المناسبات الدينية اللي خاصة بالمسلمين يعطوها عطلة ويعني يحترمون رأي المسلمين. نعم. عاداتهم وتقاليد. نعم سيد فلاح، يعني يدور بذهني سؤال، يعني لماذا تستقبل البلدان الغربية اللاجئين وترعاهم وربما تعطيهم الإقامة أو تجنسهم، وتستقبل كل يوم أناس من جنسيات مختلفة من قوميات مختلفة أديان ومذاهب متعددة، يعني ما هدفهم من ذلك؟ أمريكا دولة كبيرة، قارة باعتبار، وبها 50 ولاية وكبيرة وتحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة، وهم عندهم مجال العمل مفتوح، يعني مصانع وشركات، شركات صناعة السيارات، شركات تصنيع غيارات يعني قطع الغيار للسيارات، فيحتاجون إلى أيدي عاملة كثيرة في أمريكا، فذلك يستوعبون. يعني أمريكا تحتاج إلى عمال، قصدك اللاجئ يشتغل عامل عندهم؟ إيه في بداية الوضع عامل يشتغل، لأن لا يمتلك اللغة، لا يمتلك مقومات يعني الذي ذاك البلد. وبعدين يطور، يعني أما هو مثلا يروح يدرس أو يصير عنده نسبة من اللغة اللي تأهله إلى تغيير عمله، مثلا يتغير مثلا من عامل إلى مثلا موظف حسب مثلا الشهادة اللي حصلها أو اللغة اللي يعني يصير عنده قابلية اللغة مثلا تحدث. طيب سيد فلاح، دعني أنتقل إلى ستوكهولم إلى السيد رياض محمد مهدي. يعني سيد رياض، عرفت السويد بأنها الدولة التي يفضلها أغلب العراقيون من طالبي اللجوء، وكما شاهدنا في الإحصائيات التي عرضت في بداية البرنامج أن النسبة الأكبر من طالبي اللجوء العراقيين يتوجهون إلى السويد، يعني ما سبب ذلك برأيك؟ حقيقة هي السويد من الدول اللي تمنح اللجوء وطريقة اللجوء بها ما عندهم إقامة مؤقتة أو محددة بمدة معينة، أي أما يعطون إقامة للشخص دائمية أو لا يعطون، فإذا يعطي الإنسان إقامة دائمية خلص أصبح حالة حال أي مواطن سويدي، ولهذا صار عليها الزخم أكثر شيء، وخاصة في لم شمل العوائل من هذا الجانب، فتكون أسهل هي تقريبا دولة أوروبية بهذا الجانب. طيب هل ما زالت السويد تستقبل عراقيين؟ لا طبعا مو بهذه الكمية، بعد 2003 بعد تغيير النظام في العراق أصبح العراق يعامل معاملة فردية حقيقة في السويد، أما قبل 2003 كانوا يعاملون العراقي معاملة تقدر تقول جماعية كون عراقي هو مضطهد، أما الآن لا شوية صعوبة بها. بعد 2006
أصبحت الإقامة تقريبا شبه مستحيلة. طيب أنتقل إلى كربلاء، إلى السيد مكي المعمار المغترب العائد إلى العراق والذي قرر عدم مغادرته ثانية. سيد مكي، قبل أن أسألك عن أسباب العودة إلى الوطن، أود أن تتكلم لنا قليلا عن تجربتك في الغربة، وعلى حد علمي تجربة مريرة وغير ناجحة وتحمل الكثير من المعاناة والهموم. فبداية أسألك، لماذا قررت الرحيل إلى سويسرا وتركت العراق؟ والله بعد مثل الباقي، بعد وضع العراق ما كان يسمح لنا للبقاء، ففكرنا إلى السفر برا البلد. جربنا إلى إيران وبعدين إلى أوروبا، وصارت سفرة إلى سويسرا وبقيت في سويسرا. بأي تاريخ؟ بال94. بال94. طيب سيد مكي، رحلة الغربة طويلة جدا، فكيف كانت بدايتك معها؟ والله كل الصعبة صعبة، بعدين الغربة صعبة، وأوروبا بعد أصعب بالنسبة لمشكلة اللغة، مو دولة عربية بسهولة اللي واحد يتأقلم، صعبة لحدنا عنهم صعبة. يعني الحق أخير سنة اللي كنت هناك كانت صعبة. الغربة تعني ترك الأهل والأصدقاء، فهل كان ترك كل تلك الذكريات بالأمر الهين على مكي المعمار؟ لا طبعا لا، صعبة كل الصعبة. طيب ما الأسباب التي دفعتك للعودة إلى العراق؟ غربة هناك يعني شلون أسألك لك، يعني حالات نفسية يومية عايشين بسجن، سجن مبرمجين مثل الكمبيوتر، الشغل أو ماكو شغل، تطلع الساعة بالعشرة تنام، يعني تمر أيام اللي ثلاثة أسابيع من البيت، مو بس أنا، هواي أكو أصدقائي ما يطلعون من البيت، مقابلين الإنترنت وقاعدين تلفزيون وما يطلع، لأن تطلع برا اللي باعوا أبوجك أجنبي صورة عامة مسلم يديروكه منك، لو يعبر الرصيف ذيك الجهة إلى أن تعبر ويرجع على الرصيف برد الأخ. يعني هم إحنا منبوذين يعني هناك، بس ما عرفاني شنو السبب اللي باقين هناك، يعني كلهم مؤدين يرجعون ولكن خايفين من الوضع. طيب أنت بقيت في سويسرا مع هذه المعاناة اللي تتحدث عنها لفترة ليست بالقصير، يعني كيف استطعت تحمل كل ذلك؟ والله مو بسهولة، معاناة، يعني حالات نفسية كانت مر عندي يعني كل الصعبة، ولحد الآن دا أعاني منها، يعني مو سهلة. طيب سيد مكي، سأنتقل مرة أخرى إلى لندن مع الدكتور مرتضى الموسوي. يعني دكتور، من ناحية نفسية كيف يستطيع المغترب أن يتعايش مع تقاليد وعادات ونظم جديدة تختلف تماما عما عايشه طيلة فترة وجوده في بلده الأصلي، وكيف يستطيع العيش في مجتمع قد يتعامل معه بشيء من التمييز والفوقية؟ بالتأكيد هذا سؤال جيد جدا. التأقلم يكون صعب جدا بالنسبة للمغترب، لأنه يشوف تقاليد مختلفة، عادات مختلفة، يواجه قضايا مختلفة بالنسبة لطبيعة المجتمع وتعامل المجتمع مع المغتربين. أكو نوع من العنصرية موجودة بالمجتمعات الغربية، وهاي قد يتعرضوا لها الناس خاصة للون بشرتهم مختلف، فأسباب كثيرة تؤدي إلى ضغوط نفسية على المغتربين والتأقلم يكون بشكل صعب جدا. نعم. يعني دكتور، هل هذه الضغوط تسبب صراعات داخلية عند المغترب وربما تجعله غير متوازن نفسيا؟ هذا سؤال آخر جيد جدا. أكو بحوث صارت بالنسبة للمغتربين، خاصة يعني بريطانيا أعرف هيك بحوث صارت، ولاحظوا أكو نسبة أكثر من عامة الناس بالنسبة لمعاناتهم من الأمراض النفسية والعقلية، وهذا يعتبر جزء من نتيجة الضغوط اللي تصير على المغترب أنه إلى أن يتأقلم وإلى يتطبع للمجتمع الجديد. هذا يسبب ضغوط، وقسم منهم يعانون من أمراض مختلفة، أمراض الكآبة والقلق وأحيانا أمراض عقلية شديدة تصير عندهم، فهاي موجودة صحيح. طيب أنتقل إلى السويد. يعني سيد رياض، فيما يتعلق بموضوع الاندماج والتعايش،
هل لديكم هناك معاناة كعرب ومسلمين في الاندماج مع المجتمع والبيئة الغربية؟ صحيح، مسألة الاندماج هاي مسألة نسبية تعتمد هي قلت لك على خلفية الشخص، أما مسألة اندماج إنسان بالمجتمع السويدي 100% هذا لا شبه مستحيل، وخاصة احنا كجالية عراقية قدرنا نسوي لنا فرد جو أو وطن صغير هناك داخل مملكة السويد، ولكن تدري الإنسان هو مو بس بهاي البقعة يقدر يحصر نفسه، لا لازم يندمج بالمجتمع، لازم يعيش، لازم يطلع. فأكو طبعا بعض المضايقات، بعض الأمور اللي إحنا ما نستحسنها طبعا، معيشة البلد ذاك، طريقة تعامله، طريقة تربية الأطفال، العلاقة مع المرأة، المرأة مع الزوج أو الرجل، في حقيقة أكو مشكلات. طيب ممكن أن تكلمني عن روابطكم الأسرية في الغربة؟ يعني نسمع عن قوانين اجتماعية صارمة تحد من سيطرة الآباء على أسرهم، فليس بإمكانهم فرض التقاليد العربية والإسلامية والثقافة الدينية على الأبناء. إلا طبعاً إلا بأشياء بسيطة يعني نسبية، ما تقدر تقول أنا أفرض عليه. هنا بالسويد عندنا مسألة المدرسة، خاصة بالسنة الأولى، أنا يعني عندي أولاد 2، واحد عمره 7 سنين والثاني 7.5 والثاني 6 سنوات، فمن بدأوا بالمدرسة عندنا حصة السباحة يعني نعاني من عندها. هم عندهم قبل ما ينزل الطفل إلى حوض السباحة لازم يأخذون حمام العفو دوش، وهذا جماعي يكون يعني وعرات يعني بدون حتى لباس السباحة حتى يقدرون ينزلون لهذا. وحقيقة أنا أعرف بعض الأصدقاء والأخوة اللي موجودين في أوروبا بعضهم ما يقبلون إدارات المدارس أنه هذا الطفل ينفصل عن الجروب من التلاميذ حتى يسبح بالبداية ويسبح بالنهاية يأخذ حمامة. نعم سيد رياض، سأتوجه إلى شتوتغارت مع السيد صباح العقيلي المغترب العراقي هناك. سيد صباح، مسألة اختلاف التقاليد والثقافة الاجتماعية يبدو لي حتى الآن إنها المشكلة الأبرز للمغتربين، هل تعانون ذات الأمر في ألمانيا؟ ما بيشك الألمان صعب الاندماج معهم لعدة أسباب. أنت تقدر تجتمع بألماني لكن ما الاندماج من الصعب يعني تندمج وياه إلا إذا تحقق له بعض الآراء أو الأفكار اللي هو أساس المنطلق من أتى كبيئة اجتماعية، سواء كانت على نظام الكلتور مالهم أي الموروث مالهم والظرف اللي يعيشوه، شعب يعني لديهم الحب الجم للمال، وهذا يمكن شيء معروف لدى الغرب بصورة عامة وعند الألمان بصورة خاصة. فتلاحظ احنا هناك صعوبة يعني الاندماج عندنا، سهولة الاندماج عندنا بالعراق وصعوبة عندنا الاندماج هنا ايضا في ألمانيا. تقريبا معظم المغتربين في أوروبا، مو فقط احنا في ألمانيا، ولكن معظم المغتربين عندما كنا نلتقي فيهم على مستوى مثلا في ألمانيا، نروح الى انجلترا او الى السويد او الى الدنمارك او الى كوبنهايغن، يعني اي مكان اللي نروح له نلقى الناس تشكي منها حالة الاندماج. الاندماج صعب هناك لعدة أسباب، ظروفهم، حالتهم، نظامهم الموروث غير قادرين عليه. لازم أنت عندك معطيات أو تنازلات معينة لكي تصل إلى المطلوب اللي هم يردوه. طيب أرجع إلى كربلاء وإلى ضيف السيد مكي المعمار المغترب العراقي الذي فضل العودة إلى الوطن بعد تجربة طويلة ومريرة في الغربة. يعني لا أعرف لماذا ينتابني فضول للتعرف أكثر على تجربتك، يعني خرجت وحدك أم كان معك أحد أفراد عائلتك؟ لما هاجرت كنت متزوج لو أعزب؟ يعني حدثنا أكثر عن ذلك. لا كنت أعزب، كنت أعزب هناك، لأن قبل لجوءنا بعد 1.5 سنة قبل لجوئي فبديت أعمل بمعمل 1.5 سنة، فصارت قسمة بنت عراقية كانت جاية، تزوجت وكونت 4 أطفال. يعني اعتيادي اللي بأوروبا اللي يشتغل إذا مصرفه أكثر من الشغل يضيفوا له، البلدية تضيف له، أو ما يشتغل البلدية تطيع على قد قوت حياته، يعني على قد
اللي يحتاج مو أكثر. طيب متى رجعت للعراق؟ أنا صار 8 أشهر. 8 أشهر. العائلة رجعت معك؟ لا العائلة ما موافقين لحد الآن. يجون ما وافقوا؟ يعني أطفالك وزوجتك ظلوا في سويسرا؟ ظالين هناك هسه بنتباحث بركة الله يهديها وترجع إن شاء الله. سيد مكي، يعني أريد أسألك وآسف إذا كان سؤالي تدخل في أمور شخصية، يعني ما الأسباب اللي دفعت زوجتك وأطفالك للامتناع عن العودة معك إلى العراق؟ والله هي كانت يعني إحنا بالبداية اتفقنا ووافقت على الرجعة، فإجيت ورجعت صارت تدخلات من العائلة شوية، الوضع مو هالقد وما يسمح، فأني قررت أجي، وبعد سنة هي قالت أجي، ولحد الآن رافضة، ولكن إن شاء الله إذا ما يتدخلون الأقرباء والأصدقاء إن شاء الله ترجع. طيب كيف قدرت تفارق أطفالك؟ هي صعبة، بس بعدي عن العراق أصعب. طيب ما تستطيع بطريقة معينة أن تطالب بأولادك أو تجبر عائلتك على العودة إلى العراق، مثلا المحاكم أو عن طريق السفارة العراقية؟ لا ما أقول، يعني الحق ويا المرأة، يعني المرأة هي، الأطفال تابعين للمرأة مو للرجال، يعني هي تقرر، وما من حق السفارة تتدخل بهيك مواضيع. سيد مكي، من خلال قناة كربلاء الفضائية وعبر برنامج ظاهرة وتحقيق، أمنحك 3 دقائق تستطيع من خلالها توجيه كلمة مباشرة لزوجتك، تفضل قل لها ما تشاء. والله إذا يشوفوني أتمنى أول شيء أنصح زوجتي اللي تقعد تفكر عندها بنية أو عندها 3 أولاد وحارمتهم من أبوهم، حتى اتصال تليفوني ماكو، تقعد تراجع، وهي مؤمنة وأنا متأكد إذا أشوفني راح تفكر أكثر، واللي يقول لها العراق وتشوفين بالأخبار هذا كله بس دعاية، سوي سفرة بدون أطفالك إذا تخافين على أطفالك، سوي سفرة للعراق وحدك وشوفي الوضعية وروحي، إذا ما عجبك إذا عجبك جيب الأطفال وتعاي، لا تخلين الأطفال يروحون من يدينا، لأن إحنا ما عدنا، كان ما عدنا وطن، هسه عدنا وطن الحمد لله. سيد مكي لحظة، سيد مكي إيش تقصد بعبارة يروحون الأطفال من يدينا؟ ما حد متوقع إيش راح يصير باكر، يعني هم يربون مو إحنا، وأدي بنية، أدي بنية، يعني البنية تروح من، يعني ما راح أعرف مصيرها شنو، يعني راح تتربى مثل ما هم يتربون. يعني قصدك ما يستطيع المغترب أن يسيطر على بناته في الغربة؟ يعني الحكومات هناك ما تسمح بهذا الشيء؟ لا ما مسموح أصلا، إذا تكون ما مترباية تجيب الشرطة وتجي عليك وتنعزل، عمرها 14 سنة يعزلوها عنك. يعني سيد مكي هناك سؤال حقيقة ترددت كثيرا بطرحه في البرنامج، يعني أسألك وأريدك تجاوبني بصراحة، سمعت قصص كثيرة عن بنات مسلمات فقدتهم عوائلهم بسبب تدخل الباحث الاجتماعي أو تدخل الشرطة، وتم سحبهن من أسرهن وإعطائهن إلى عوائل غير مسلمة، فضلا عن قصة تلك الفتاة المسلمة التي تنحدر من عائلة معروفة، يعني استعانت بالشرطة للانفصال عن أهلها والسكن مع شاب غير مسلم، هذه الحالات موجودة فعلا؟ موجودة هاي الحالات، هواي موجودة. أنا ليش فكرت رجوع للعراق؟ وأخذوها الشرطة؟ طبعا الشرطة يأخذوهم يعزلون، حتى مقابل أخذوا منه تعهد من الأبو، ومقابل بيته سكنوهم مع صديقها ومقابل بيتهم، والأبو التعهد اللي ما يتعرض لبنته. طيب أنتقل إلى لندن، يعني دكتور مرتضى في بريطانيا هل سمعتم عن هكذا قصص؟ هاي بالتأكيد هاي مشكلة يعني
معروفة ويعني من المشاكل الرئيسية اللي يعانوها المهاجرين، خاصة عدة عوائل صارت عندها مشاكل تقرأ عنها في الجرائد في بلد كبريطانيا، أنه صارت مشكلة بهالعائلة، أنه أخذوا بنتهم قسرا رجعوها إلى بلد مثل الباكستان وفرضوا عليها الزواج، وبعدين تدخل القنصل البريطاني بالباكستان وجابوا البنة يرجعوها. فهاي مشاكل موجودة، ويعني إحنا يجوز بس نسمع الشيء الظاهر منها، بس يجوز أكو عدد لا بأس به، كم لا بأس به من الحالات اللي ما نسمع عنها وتسبب صراع ومشاكل بالنسبة للآباء والأمهات بالتأكيد. طيب من ستوكهولم سيد رياض، بعد هذه القصص المؤلمة هل تأمنون على أسركم وعلى بناتكم في السويد؟ لا طبعا، هذا الشيء يعني ضرب بالخيال حقيقة، كيف واحد يأمن يعني؟ فصعب يعني واحد يراهن على أنه أنا أولادي محصنين وأولادي كذا، لأن الرفقة موجودة بالمدرسة والحرية موجودة وما يصير تضغط عليه أنت. طيب كيف تعاملتوا مع هذه المشاكل وشلون تجاوزتوها؟ والله حقيقة المفروض الزيارة يعني أنا أقول لك شبه يومية عندنا، أنا أو زوجتي يعني لازم نراقب الطفل من دخول المدرسة حتى من خروجه يعني للبيت، ورغم هاي ورا ما يجي للبيت هم تبدي التليفونات أصدقائهم يقدر يجي بالعطلة يمنه، فأنت هم تتخوف طريقة أكلهم طريقة الكلام، فإحنا بعض الأحيان نصارح بها الطفل وبعض الأحيان نعتذر لأصدقائهم وأبائهم أباء أصدقائهم أنهم ما نقدر نختلط بالعطلة لمشاغل عندنها. فقلت لك القضية جدا صعبة. طيب بعيدا عن الأبناء وعلى مستوى الكبار، يعني ثقافة وعادات هذه البلدان تسمح بالعديد من الممارسات اللي ما تتناسب مع تقاليدنا العربية والإسلامية، يعني لما تتجولون أنت وعائلتك في شوارع الغرب قد تشاهدون مشاهد غير مناسبة لا يجوز على المسلمين مشاهدتها، يعني بصورة عامة من المستحيل أن تتجنبون الأماكن العامة والمشاكل اللي قد يصادفكم بيها. أي بلي بلي، الحقيقة الحياة هنا يعني قلت لك خاصة مسألة الشباب يعانون هواية، أما مسألة اللي إحنا نقول متزوجين ومحافظين على عاداتنا وتقاليدنا فنتجنب الخروج بالليل أو المشي بالمكانات المزدحمة خوفا بعض الأحيان إنه يجيك إنسان يعتدي عليك. حقيقة أنا هم يعني شخصيا أنا تعرضت للاعتداء في يعني مو كان نص الليل، كان في ساعة 10 مساء كنت في عملي واعتدوا علي، وحتى الشرطة والكلام نتصلنا بهم كانوا متأسفين يحضرون لأن عندهم مشاغل ثانية، وهذا كان يوم مزدحم وما عندهم، هذا يوم 30 أبريل يحتفلون بالشباب ويشربون الخمر بطريقة مو طبيعية. والحمد لله اللي أنا قدرت أخلص نفسي يعني من عندهم. ما هو سبب هذا الاعتداء؟ هل لكونك غريب عن المنطقة أم كان هناك سبب آخر؟ لا تقدر تقول يعني هو السببي، طبعا سبب يرجع للشكل الإنسان يعني هو يوحي أنه أجنبي. يعني اعتدوا عليك لأسباب عنصرية؟ بلي. طيب سيد رياض، أدخلتنا في أحد محاور التحقيق في هذه الظاهرة وهو موضوع التمييز العنصري خصوصا ضد المسلمين، ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع دعنا نأخذ هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود لكم. Jag är en vanlig tjej
أنا فتاة عراقية مغتربة في السويد، ولدت وترعرعت هنا، ومع ذلك أنا ملتزمة بالتعاليم والمبادئ الإسلامية، ولكنني أتمنى أن أعود إلى بلدي العراق لأكون بين أهلي وأقربائي. أهلا بكم من جديد. لا نزال مشاهدين الكرام في برنامج ظاهرة وتحقيق، وظاهرة اليوم هي ازدياد أعداد المهاجرين العراقيين وإشكالية تعايشهم في البلدان الغربية. أرجع الآن إلى ستوكهولم والمغترب العراقي السيد رياض محمد مهدي. سيد رياض، يعني تكلمت لنا قبل الفاصل عن اعتداء جسدي تعرضت له في السويد لأسباب عنصرية كما تفضلت. أود أن أسألك يعني عن أشكال أخرى لهذا التمييز، يعني في العمل أو في باقي التعاملات بصورة عامة، وهل لديك أمثلة على ذلك؟ الحقيقة هذا مو أنا اللي أقوله، هاي هم يعني القنوات الرسمية اللي موجودة هنا هي اللي جاي تكشف هاي الأشياء. يعني اللي عنده أصل أجنبي حتى لو ثاني جد أو ثالث جد هو بالسويد، ما ممكن يحصل على رئاسة لجنة مثلا بالعمل، لأن هناك تدري أنت الدولة ما عندها تدخل بالعمل، كلها شركات خاصة، فالشركة المساهمة حتى لو يكون بها رأس مال أجنبي ما عنده ذيك القدرة، فأكو تمييز. أما على مستوى الصحة، مستوى التعليم، هذا الشيء خفيف موجود. يعني هي قلة الثقة بالمسلم أم هي نظرة فوقية ويعتبرونكم دون الباقين؟ أي طبعا طبعا أكيد أكيد، يعني يعتبروه هو من طبقة ثانية. طيب أنتقل إلى أمريكا وأسأل المغترب العراقي السيد فلاح عن التمييز العنصري هناك وخصوصا ضد المسلمين. والله في بداية الأمر كانت يعني الأزمة اللي عدت في سبتمبر 11، يعني هي 11 سبتمبر، كانت الاتجاه يعني صورة الأمريكان للمسلمين تغيرت، صار عندهم خوف من المسلمين، كان يعني يشتغلون يتعاملون ويانا بشغل يعني بحساسية، قاموا أقل من ما هم قبل ال 11 سبتمبر. طيب من شتوتغارت سيد صباح، هل هناك تمييز عنصري ضد العرب والمسلمين في ألمانيا؟ وهل تشكل تبعات هذا التمييز عقبات حقيقية في تعايشكم مع الألمان بصورة طبيعية؟ مما لا شك فيه، صحيح هذه العقبات موجودة عندنا ولا تزال، وهو أنا أعتقد كثير من الأحيان عدم قدرة استيعاب الأجنبي للألماني، والألماني عدم القدرة لاستيعاب ظرف الأجنبي. العراقي بطبيعته وبطبعه هو رجل كريم ولديه أخلاقيات ومكارم، مما دائما تلقاه يتنرفز من أي إساءة. طيب أعود إلى كربلاء مع المغترب العائد إلى الوطن السيد مكي المعمار. يعني كونك مغترب اتخذت قرارا حازما بالعودة إلى العراق ورجعت إلى وطنك بين أهلك وذويك، لماذا لا يرجع باقي المغتربين برأيك؟ طبعا هم لو يجون مرة أو مرتين اعتياد يرجعون، لأن هسه احنا وضعنا هسه بالنسبة لسوريا احنا بأوروبا عايشين. وبالنسبة لسويسرا؟ لا سويسرا ما تنقاس بالوضع، يعني وضع الخدمات ما خدمات، ولكن هي مو كل شيء خدمات. بعض الأوقات احنا هناك تسالف الأصدقاء يعني نشتاق ريحة التراب، لما المطر تمطر على التراب نشتي ريحة تراب الريد، يعني أشياء نشتاق لها لأن يعني هنا عشنا هنا كبرنا. طيب أذهب إلى أمريكا إلى السيد فلاح آل طعمة. سيد فلاح، لما لا تعود إلى العراق؟ والله أنا استاذ عدت يعني للعراق، بعد أنا خرجت من العراق ب98 وعدت بعد السقوط بال2004 وسكنت بالعراق كم سنة يعني، بس بعض العراق يعني يريد له فترة طويلة يعني من الزمن إلى استرجاع وضعه، مثلا بعض المقومات مثلا البنية التحتية الكهرباء، وخاصة في فصل الصيف يعني يحتاج إلى يعني كهرباء ضعيفة،
الوضع يعني مو مستقر، يعني كانت حتى في يعني في بداية الأمر كان حتى الوضع الأمني مو مستقر. بعيدا عن هذه المشاكل، من ستوكهولم سيد رياض، ليش ما ترجع لوطنك بعد أن استقرت أوضاع الأمنية والسياسية؟ يعني نحكي بصراحة، أكيد لك الحرية الكاملة في أن تطرح ما تشاء، وطبعا كل ما يطرح منك ومن قبل الضيوف الآخرين في هذا البرنامج يمثل وجهة نظركم، وأنتم أحرار في طرحها كما تشاءون، تفضل. حقيقة المغترب من موجود بالسويد هو ما أنا ما أحبذ أنه يقارن حياته مثل ما موجود بالعراق، البلد يبقى بلد الإنسان عزيز عليه ويتمنى له الخير ويحب أن يكون مثل ما هو مقيم بالسويد. من أرجع للعراق يعني نفس مو نفس حياتي ولو أخذ 20-30% من عده، ولكن للأسف إحنا جاي نشوف يعني الخدمات، التعليم، الصحة، هاي الأمور مكفولة عندنا هنا بالسويد وما موجودة بالعراق. طيب سيد رياض، التعليم والصحة ومغريات الراحة والرفاهية في كفة، وبكفة أخرى دينك ومبادئك الإسلامية وكيان عائلتك، أيهما ترجح؟ لا طبعا الإنسان المفروض يحافظ على دينه، هذا أول شيء، أنه يكون في سلامة من دينه حقيقة، والدين هو شيء مو سهل، الدين الإنسان يعني هو حقيقة منهاج للحياة زين، ولكن اللي نتمناه إحنا هذا، ولكن قلت لك هي هاي المعوقات، معوقات أنه خاصة اللي أبنائهم كبروا هناك ترعرعوا، مو مثل اللي ابنه صغير يقدر يجيبه هنا ويقدر يضمه جوا جناحه. فالسويد حقيقة يعني بلد بيه تكافل زين، وهذا نتمنى أنه حتى ينعكس حتى يشجع الآخرين. فاتصالنا بالسفارة مثلا العراقية الموجودة هناك تتكلم شيء، والإنسان الأخوة اللي إجوا للعراق ورجعوا يحشون غير واقع، فهذا هذا يسبب معوق حقيقة. طيب رغم هذا متحن للعراق بلدك؟ والله قلت لك العراق حقيقة هو في وسط عيوننا يعني، وأتمنى على كل مغترب من الكفاءات وغير الكفاءات اللي يقدر يخدم ويرجع للعراق، لأن هو أسلم شيء، هذا أسلم قرار. نعم سيد رياض، على ذكر الكفاءات، يعني أحد ضيوف حلقة هذا اليوم من برنامج ظاهرة وتحقيق يعتبر من الكفاءات العراقية، دعني أتوجه إلى الاستشاري الدكتور مرتضى الموسوي. دكتور، إيش وقت نشوف مرتضى الموسوي في إحدى المستشفيات العراقية يعالج بكفاءة العلمية والطبية المرضى العراقيين ويخدم بلده؟ شكرا جزيلا. والله يعني مفكر بجدية وأكثر من جدية، وأني الحقيقة رجعت للعراق في 2009 وبقيت عدة أشهر، وحتى في 2010 بس تعينت في مستشفى في كربلاء مدينتي، واني كان نيتي انه ارجع اخدم مدينتي لان انا مولود بكربلاء وعندي اهلي واقربائي موجودين، ففكرت انه اجي واخدم مدينتي. بس المشكلة انه الأمور غير مرتبة، يعني الإعلام فش يحكي شكل يقول يا بالكفاءات ترجع ونرحب بيهم ونسهل أمورهم وكل شيء بسيط والهاية، لكنه الحقيقة هي مختلفة تماما. يعني أشياء بسيطة مثل مراجعة الدوائر، إذا تريد تطلع تجدد دفتر النفوس يطول لك شهر، إذا تريد تطلع بطاقة تموينية تطول 3 أشهر، إذا تروح للدائرة الهجرة والمهجرين بالفروع يشلعون قلب الواحد، وإذا تروح إلى الوزارة بعد أكثر صعوبة، فيعني أشياء روتين ممل ومزعج وقاتل، وهذا السبب الرئيسي. فيعني أنا هسه مفكر بشكل جدي أنه ما استمر بتفكيري بالعودة للعراق، لأنه الأمور ما تسهلت بالنسبة لي، واني يعني حاشي ويا هواي ناس وهم عندهم نفس المعاناة، فاني املي بالمسؤولين انه يحاولون بجدية انه يحسنون الامور للكفاءات، لانه الكفاءات اكثرهم اللي يعني ملتقي بهم في بريطانيا يحبون يرجعون للعراق، يحبون يخدمون البلد، بس يحتاج تسهيل امورهم،
وتشجيعهم وإعطائهم بعض الإغراءات البسيطة، مثل يعني بنت ترجع يحتاج لك سكن، مكان تسكن به، عمل، راتب. يعني أنا أرجع وراء 35 سنة أتعين يعطوني راتب طبيب مقيم، أنا 25 سنة في بريطانيا طبيب استشاري، شلون يصير أقبل راتب طبيب مقيم كربلاء؟ يعني هاي الأشياء ما مقبولة. نعم دكتور، قبل أن أختم الحوار أود أن أسأل ضيوف الكرام سؤالا موحدا، ماذا تنصحون الشباب المهوسين في مسألة الهجرة وطلب اللجوء والذين يحاولون دخول بعض البلدان الغربية بطرق التهريب وقد ينفقون عشرات الآلاف من الدولارات لذلك الغرض وربما ينتهي بهم الأمر في كامب أو مخيم في إحدى الدول الغربية أو تكون نهايتهم غرقا في عبارة على إحدى سواحل تلك البلدان؟ أبدأ بك سيد مكي، يعني ماذا تنصحهم؟ والله أنصحهم قبل ما يصرفون هيك مبالغ خلي يسافرون فد أسبوعين أو شهر على أي دولة عربية مو أجنبية، شوف يقدر يعيش هناك، إذا قدر يعيش يروح بدولة أجنبية اللي لغة ومشاكل عمل. فأنصحهم بهالمبلغ هذا اللي يعطوه دفتر أو دفتر ونص أو دفترين هنا أحسن رأس مال إله، ولا إطاهن ووصل، لنفرض وصل لأوروبا 10 سنوات يحتاج حتى يحصل هذا المبلغ. سيد فلاح من أمريكا تفضل. والله أنا ما أشجع يعني للسفر، لأن إحنا من خرجنا في وقت يعني ذاك وقت يعني كان إحنا في وقت حرج، هسه الوقت يعني بيا مجال إنه ما تطلع أنت من البلد، ليه ماكو سبب يعني أفد شيء اللي يخليك تطلع من البلد. ثانيا الهجرة يعني صعبة مو سهلة، الأول شيء في بداية الأمر يعني تعاني من الغربة، خصوصا يعني المجتمع غير مجتمع، اللغة غير لغة، العادات التقاليد تختلف. فأنا ما يعني ما أشجع إنه الشباب أو حتى وخاصة العوائل يعني إنه يهاجروا بهاي الفترة. سيد رياض من السويد، ماذا تنصح العوائل التي ترغب بالهجرة إلى البلدان الغربية دون سبب موضوعي وباختصار لو سمحت؟ والله يعني أقول كل من يراهن على أولاده هنا بالسويد على أنه يطلعون عليه أو يحافظون على ايش نقول احنا على ابسط الامور، شويه مراهنه صعبه، واللي باقين بالعراق نتمنى لهم التوفيق ويبقون بهذا البلد العزيز وحتى يقدرون يخدمون ويطورون هذا البلد. السيد رياض محمد مهدي من السويد، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. كما واشكر ضيوفي الكرام من لندن الدكتور مرتضى الموسوي الاستشاري في الامراض النفسيه والمغترب العراقي هناك. شكرا جزيلا. وأتوجه بالشكر إلى السيد صباح العقيلي من ألمانيا. العفو، وأنا شاكر لكم ولقناتكم الموقرة. وأشكر السيد فلاح آل طعمة من ديت رويت. أهلا وسهلا. ومن كربلاء السيد مكي المعمار، شكرا جزيلا لك. نزيف لطاقات أبنائنا ما زال مستمرا بتشجيع من دول الغرب، وما زالت عقولنا المبدعة لا تطيق البقاء أمام مغريات لا نستطيع توفيرها لهم. والغريب أن معظم المسؤولين العراقيين مروا بمحطة الغربة وطال بقاؤهم في البلدان الغربية التي توفر للإنسان كل متطلبات العيش الرغيد، إلا أنهم ومع الأسف لم يتعلموا من الغرب كيف يوفروا لأبناء بلدهم أبسط متطلبات العيش الكريم. والحال معاناة هنا وغربة هناك، فراق، ألم ووجع وحنين، وقد تختم بنعوش تحط على أرض الوطن أو أم تقتلها الحسرة على ابن ضاع في مدلهمات الغربة، وأب مسن يراقب الطريق كل يوم عسى أن يعود ابنه المهاجر ويجمع ما تبقى من شيخوخة أبيه. حتى نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج ظاهرة وتحقيق، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.